ضيفي في استوديو الجزيرة مباشر مصر الأستاذ فهمي هويدي المفكر والكاتب الصحفي. أهلا بك يا أستاذ فهمي. أهلا بك مرحبا. أبدأ معك يعني بداية صحفية، عمرك الطويل اللي قضيته في مجال الصحافة، وإذا أردنا أن نضع عنوانا صحفيا لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة، ماذا سيكون هذا العنوان؟ انقلاب أبيض. انقلاب أبيض. تمام. أسأل، ما الذي دعا الفريق أول عبد الفتاح السيسي ودع قادة القوات المسلحة للانقلاب على الرئيس مرسي، أو على حد تعبير البعض الشرعية القائمة الآن؟ يعني أنا لست أفضل من يجيب على السؤال، يمكن الفريق السيسي هو أفضل من يجيب، لكن كم من الواضح على الأقل منذ الأحد الماضي انه عده امور. اولا انه قياده الجيش بتتصرف منفصله عن القياده السياسيه للبلد، يعني المؤسسه العسكريه بتتحدث بلغه مختلفه عن لغه رئاسه الجمهوريه، فضلا عن انها ايضا سجلت قبل 8 أيام أنها معنية بالشأن السياسي وليست بعيدة عن الأحداث الجارية ومفتوحة الأعين، كأنها تقول خذوا حذركم نحن جاهزون وحاضرون ومستعدون لأن نؤدي دورا. الشيء الثالث انه بيان الفريق السيسي كان بمثابه اللي صدر قبل اسبوع، بمثابه انذار من القائد العام للقوات المسلحه للقائد الاعلى للقوات المسلحه، لانه كان يدعو، طبعا مكتوب بطريقه مهذبه وحذره ومتحضره، كان يدعو الى حل المشاكل خلال اسبوع، وهذا الاسبوع انتهى امس، مهلته انتهت امس. واضح انه الامر لم يؤخذ بما يستحقه من جديه، او لم يقرا بما يستحقه من تفسير سياسي بيضع الامور في نصابها الصحيح. ولهذا ما صدر عن الجيش اليوم هو يعد حلقه ثانيه بتستكمل ما أعلن بأدب في قبل أسبوع، وما كان غامضا كما يقولون تحت الطاولة أصبح الآن فوق الطاولة، وأصبح كأن اليوم بالإعلان كان إعلانا عن انتقال مركز القوة إلى الجيش، وأن صاحب القرار الآن السياسي ليس رئيس الجمهورية ولكنه القوات المسلحة التي وضعته بإنذارها أمام خيارات لابد لا يملك أنه يبتعد عنها كثيرا، وسيبقى أمامه إلا إما أن يتجاوب معها أو يرفضها ويقاومها. ولا أظن شكل التجاوب معها ممكن يكون إيه يا أستاذ؟ التجاوب يمكن أن يتم بأحد طريقين. أولا دعنا نقول أن التجاوب هو كلمة مهذبة تعبر عن الانكسار. الرئيس اليوم بعد البيان انكسر فعلا. انكسرت طبعاً. أنا سامحني عشان بس نكون أنا فهمت خلاص أن أصبحت القيادة الحقيقية مركز القوة أصبح القوات المسلحة. القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي. نعم نعم. وليس رئيس الجمهورية الدكتور وليس محمد. رئيس الجمهورية. ما الذي يستطيع أن يفعله الرئيس مرسي الآن من وجهة نظرك؟ أمامه أحد أمرين. إما أنه يعلن أنه في إطار القانون طبقا للدستور المادة 150 تسمح له بأن يجري استفتاء في لما تطرأ ظروف تضطره إلى هذا، فيجري استفتاء على يستجيب لمطلب الاستفتاء على رئاسة الجمهورية استكماله لمدته نعم. وهذا الاستفتاء
ليقل يكون في مدة معينة، شهرين أو كده، اللي بيحتاج تعدي فترة. مهم إذا أسفر الاستفتاء عن استمراره كان بها، وإذا أسفر عن خروجه، فإنه طبقا للدستور فإنه يتولى السلطة رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس اللي هو رئيس مجلس الشورى الحالي اللي هو الدكتور أحمد فهمي القيادي الإخوان. وبالتالي ده السيناريو بالتأكيد مش هيبقى مقبول يعني من قبل البعض. احنا نتكلم، أنا لا أتحدث عن من سيفعل، هذا خيار في إطار القانون والدستور. تمام. والخيار الآخر إنه يشكل وزارة جديدة بتوافق وطني، سميها من المعارض أو غيرها، وده إضعاف له أكثر. وتتولى الوزارة الجديدة إجراء انتخابات استفتاء، هي الوزارة تجري استفتاء على بقاء الرئيس واستكماله لمدته. أيوه. أو تستطيع أنه طبعا اذا تم اصدار قانون الحقوق السياسيه ممكن تجري انتخابات، واظن هذا مستبعد، تجري انتخابات يكون فيها مجلس نواب جديد وحكومه جديده طبقا لموازين القوى، وهذه الحكومه تحدد مصير الرئيس. يعني هذا اذا كنا اردنا ان نتصرف في حدود القانون والدستور. اما اذا كانت الرغبه ان يتم التصرف خارج هذا كله، فالباب مفتوح لكل الاحتمالات. طيب حضرتك يمكن قبل الهوا مباشره كنت بتتكلم ان كانت في يمكن في عمود حضرتك بكره في الشروق بتتكلم عن مبادره لعل الرئيس كان هيوافق عليها بالفعل، لكن تطورات الاحداث يعني قلبت الطاوله. ما الذي حدث تحديدا في كواليس الرئاسه خلال ال 24 ساعه الماضيه استاذ فهمي؟ يعني اولا انا لا استطيع ان ادعي معرفه بالكواليس على الجمله كده، ولكن استطيع ان اقلب على زاويه واحده من هذه، او يعني كما يقال لقطه واحده من هذه. امس كان في مطروحه مبادره بيعلن فيها الرئيس انه تسلم رساله المتظاهرين، وانه سيدعو الى انتخابات برلمانيه في خلال مده معينه. هذه الانتخابات هتشكل حكومة حسب مراكز القوى الموجودة وبرلمان، وهذا البرلمان هو الذي يحدد مصير يجري الاستفتاء على الرئاسة، على بقاء الرئيس، على استكمال الرئيس لمدته. وأنه حصل تشاور هذه الأفكار ووافق عليها الرئيس صباح اليوم أو ظهر اليوم تحديدا، وأنه دعا وفي حاجتين كان الكلام، من الذي سيتبنى هذه المبادرة، وطرحت فكرة أن تتشكل مجموعة من الشخصيات المستقلة تنقل هذه الأفكار إلى الطرفين، وإذا توافق عليها تعلن. وجرى اتصال بالفعل مع بعض الشخصيات صباح اليوم لترشيحها للاشتراك في هذه المجموعة التي ستتولى يعني الاتصال بالطرفين. طبعا حضرتك في حل ان انت تخبرنا باسماء، لكن لو ده كان متاح يا ريت نعرف ايه الاسماء اللي كانت يعني انا لا اريد ان ادعي معرفة بكل شيء يعني. طيب. لكن في شخصيات حصل في اتصال معها في الصباح حول هذا الموضوع. وانا يمكن اخص بالذكر الدكتور كامل ابو المجد والدكتور نبيل مرقص. مساعد الرئيس السابق. لا عفوا سمير مرقص هو مساعد الرئيس السابق. نبيل مرقص. وهو رشح اسماء من جانبه، وحصل تداول لهذه الاسماء، ولكن كان مفروض انه الرئيس قبل أن يبدأ التحرك في هذا الاتجاه أبدأ رغبة في استشارة وزير الدفاع، وبناء عليه استدعى وزير الدفاع. دعا وزير الدفاع ورئيس الوزراء في 3:30 بعد الظهر اليوم، ولكن واضح أنه كان هذا متأخرا لأنه بيان القوات المسلحة أعلن في الساعة 4:00.
إذا يعني إن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان قاعد مع الرئيس، والرئيس بيستشيره في المبادرة اللي هو وافق عليها، وبعدها بنص هو كان معد فكرة البيان، كان خرج بالفعل بشكل أنا لا أعرف ماذا دار في الاجتماع، لكن خلينا دعنا نقول إن الرئيس دخل الاجتماع وفي جيبه هذه المبادرة، والفريق السيسي دخل الاجتماع وفي جيبه بيان القوات المسلحة. خليني أسأل حضرتك بشكل تاني، يعني ما الذي دعا الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى أن يأخذ هذا الإجراء الذي يراه البعض مبكر؟ يعني ده هم حتى بعض يقول إن هم صبروا على مبارك 18 يوم وما كانش رئيس منتخب و و و و إلى آخره. يعني ما الذي دعاه لهذه السرعة وتخطي الرئيس مرسي؟ بعض يقول ما الذي دعاه لأن ينحاز لميدان على حساب ميدان آخر، ورؤية على حساب رؤية أخرى؟ ايضا بنوه الى انه انا لست اعرف بطبع، لكن لا أعرف تحليل حضرتك كثير. انا فقط التحليل، لكن بعتقد انه كان في حسابات انه البلد ممكن تدخل في مواجهة عنف بين فريقين، خصوصا مقدمات العنف كانت ظاهرة في بعض المدن، وشفناها في احراق المقار و أنا سمعت من بعد قبل قليل في 17 قتلوا، صحيح وزارة الصحة أعلنت، وغير المجموعة في في ألوف في الرابعة العدوية وألوف آخرين في وفي شحن في تعبئة، يعني كأنه في معسكرين على شفا المواجهة، وربما استثمر أي طرف أي لحظة لإطلاق شرارة المواجهة، وممكن يبقى فيه شيء تسيل فيه دماء كثيرة وغزيرة، وارتأى قيادة القوات المسلحة أن عليها واجب يعني التدخل في هذا الظرف، وأنا لا أستطيع أيضا أن أستبعد الدور الخارجي في الموضوع. تقصد يعني الولايات المتحدة الأمريكية؟ أكيد. يعني معلش خليني أسأل بشكل واضح، تعتقد أن قيادة القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي نسق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتخذ مثل هذا الإجراء؟ أنا لا أستطيع أن أجيب بدا معلومات لا أعرف، ولكن أستطيع أن أقول إنه هذا ما كان له أن يتم إلا بقبول أمريكي. طيب خلينا من نقول نسق لا أعرف. خلينا نقول حضرتك ان ده اللي حصل ده كان بدافع من القوات المسلحه ان تحافظ على البلاد من الاشتعال بشكل او باخر، ام نحن امام سيناريو من السيناريوهات التركيه التي يعني الجيش قام فيها بانقلابات بيضاء كثيره على عدد كثير من الحكومات ذات الخلفيات الاسلاميه، هل نحن امام مشهد قريب من مشهد يعني السيناريوهات التركية التي حدثت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي أستاذ فهمي؟ شوف خلينا أقول أولا أنا لا أشك أنه في حسابات وطنية استرشدت بها قيادة القوات المسلحة، ومسؤولية لا أستطيع أن أشكك في نزاهة القصد الذي استهدفته القوات المسلحة، بل بالعكس يعني معروف أن الجيش له انحيازه الوطني المشهود، و في تركيا حدث انقلاب أبيض واحد في سنة 97 وجهت رئاسة الأركان، القصة شوية مختلفة لكن المشهد متقارب، وجهت إنذارا وقدمت طلبات لرئيس الوزراء أستاذ أربكان في ذلك الحين فاستقال أستاذ نجم الدين أربكان ويسمونه نصف انقلاب فيه لأنه في تركيا. الرسالة المهمة هو طبعا من المفارقات أنه في تركيا الآن هذا الأسبوع يستصدرون قانونا جديدا يخرج الجيش تماما من السياسة في الوقت الذي يتدخل في الجيش في مصر في الشأن السياسي إلى هذا المدى البعيد. وطبعا هنا أعلن أنه حسب البيان أنه في خريطة طريق جديدة ليست معلومة
بها، ولكن انا اظن انه مبدا دخول الجيش في هذه اللحظه التاريخيه لا اظن انه يمكن ان يكون مرحبا به من اي منظور ديمقراطي. طيب حضرتك تكلمت ان ما كان للجيش ان يتخذ مثل هذا الاجراء الا يعني تحت سمع وبصر الولايات المتحده الامريكيه. هل تعتقد ان هناك قوى اقليميه او عربيه بشكل او باخر ساعدت يعني في دفع الجيش لهذا الاجراء استاذ فهمي؟ شوف اذا تدخلت الولايات المتحده الامريكيه فلست بحاجه الى قوى عربيه ولا اقليميه. طبعا في قوى عربيه اقليميه تعمل وتحتفي وربما تساعد وتشجع، ولكن اولا ليست عندي معلومات، وفي نفس الوقت هذه القوى العربيه والعربيه والاقليميه ليست بعيده عن الإدارة الأمريكية. تخطي الفريق السيسي للإسلاميين إذا صح هذا التعبير أستاذ فهمي، هل يرى الجيش أن يعني قوة الإسلاميين ليست بالشكل الذي تمنعه من اتخاذ هذا الإجراء؟ والحقيقة مكونات التيار الإسلامي مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار داخل هذا التيار إذا صح التعبير. هل ما تخوفش من ردود فعل من قبل هذا التيار، ردود فعل من الممكن ما تكونش محسوبة البعض النهاردة على صفحات التواصل الاجتماعي بيدعو لثورة إسلامية بقيادة مثلا حازم صلاح أبو إسماعيل الذي كان؟ لا يعني لا نريد أن نبني تحليلات على انفعالات أو رسائل شخصية لا تحمل على محمل الجد. و يعني أنا أظن أنه أنا بتكلم على قيادة القوات المسلحة، والفريق السيسي هو قيادة وطنية وانتمائه الإسلامي قائم، يعني كأي شخصية وطنية متدينة، والرجل يصلي الفجر ويذهب من بعد صلاة الفجر إلى عمله في الخامسة والنصف صباحا يعني. فلا أستطيع أن أشكك في التزامه، في فرق بين التزام الديني والتزام الحركي. لا ده مفهوم بالطبع، لكن احنا عندنا قوى اسلاميه موجوده على الارض بالفعل لا يستطيع احد ان ينكرها. هل تتوقع ان يكون لها رد فعل ما تجاه هذا الاجراء اللي حضرتك وصفته في اول حديثك بانه انقلاب ابيض؟ انا اتصور اولا كلمه القوى الاسلاميه الان اصبحت فضفاضه، و اذا كان عندنا حوالي 8 احزاب سلفيه و8 احزاب ذات مرجعيه اسلاميه، فعندنا على الأقل 16 حزب، ده غير القنوات وهو إلى آخره. ولهذا قد تتفاوت ردود أفعال، ولكن سنشهد انفعالات، ولكن ينبغي أن نهتدي بالعقل والمصلحة والرشد. والمشكلة الآن ليست الإسلاميين أو غير الإسلاميين، المشكلة الآن هو سفينة الوطن كيف تعبر إلى بر الأمان بسلام وباستقرار. وأنا أخشى أن البعض في الصراع المحتدم مشغول بانتصار فريق على فريق وليس مشغولا بتقدم هذا البلد واستقرار. لكن لا تتوقع أن يكون في يعني وهكون أكثر وضوحا وصراحة ردود فعل مسلحة من قبل جزء من التيار الإسلامي الذي يخاف أن يعود مرة أخرى إلى عصر الاعتقال و و و و إلى آخره؟ ما تتوقعش ممكن يكون يستخدم السلاح النهاردة ضد الجيش؟ هو أولا من حكاية أن قوى مسلحة دي يعني إحنا مش شايف، أنا شايف أنه الناس عمالة بتلاحق وتسحل وتضرب وكده، يعني أنا مش شايف أنها قوى مسلحة. الحقيقة أنا كنت بتكلم عن الإخوان تحديدا يعني. أنا أظن حتى القوى الجهادية أنا يعني ممكن تصريحات عنيفة تطلق في الفضاء، ولكن أشك في أن تتحول المسألة إلى مواجهة مسلحة، خصوصا إذا كان المنطق الذي يسود في المرحلة القادمة ليس منطق الإقصاء أو الإبادة السياسية. ما هو يعني البيان قال كده للحقيقة، قال الفترة اللي جاية يعني ما فيهاش إقصاء لأحد، وبالتأكيد كان رسالة للتيار الإسلامي. يعني أنا أظن هو المسألة أنه كيف تكون يشترك الجميع كل بحجمه في بناء هذا البلد ومناهضة. طيب هو الحقيقة يمكن يبدو سؤال شوية خارج السياق البيان، لكن حضرتك مفكر وتحسب على الدين الإسلامي بشكل أو بآخر، هل سقط المشروع الإسلامي أستاذ فهمي؟
هل انتهى المشروع الإسلامي الذي تحدث عنه الإخوان وجزء من التيار الإسلامي مرارا وتكرارا؟ لا يعني اولا المشروع الاسلامي ليس ملكا لاحد، والبلد كله مسلم، واحنا بنتكلم على هؤلاء القاده هم ناس مسلمين ولهم غيره. لا لا، المشروع اللي بيقدم من قبل الاسلاميين اقصد، ومن قبل يعني خلينا الاخوان نقول وغيرهم يعني. الاختبار للاسلام السياسي في مصر لم ينجح فيه، ولا اعرف اذا كان في له ملحق ولا لا، ولكن على الاقل ارتكب اخطاء، ولابد من نقد الذات، وطبعا نقد الآخر أيضا وارد، ولكن لابد أنه الناس تتعلم. ويعني في تركيا ما تحدثنا عن الانقلاب الأبيض الذي حدث في 97، أدى إلى استقالة أربكان، بعد سنة بعد فترة قليلة 2001، يعني بعدها ب4 سنين خرجت فصيل آخر، العدالة والتنمية، العدالة والتنمية، أردوغان وفريقه، وفريقه عملوا حزب آخر تعلم من خبرة الخبرة السابقة، واستثمر وانشغل ببناء الوطن وليس بمصالح جماعة بذاتها، وحقق النجاحات. طيب، للحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى يعني وقت أطول وحديث منفرد، لكن خلينا نرجع لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي بتتحدث عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها بنفسها القوات المسلحة، مشاركة جميع الأطياف، ده لو في 48 ساعة يعني ما حصلش ما تطلبه. تتوقع إيه السيناريوهات المتوقعة فيما يخص خريطة المستقبل التي ستضعها القوات المسلحة أستاذ فهمي؟ أيضا دي مسألة بدها معلومات، لكن لا فهمه من إشارات سابقة من بعض الشخصيات المهمة التي ليست بعيدة تماما عن القانون، إنها ستشكل، ما ممكن تشكل مجلس رئاسي، ممكن تعمل انتخابات رئاسية، ممكن تنتخب برلمانية، ممكن تعطل كما ما لا أعرف بالضبط، تعطل كل ما تبدأ، هل يلغى الدستور ولا لا، هل تلغى الجمعية التأسيسية، هل يلغى مجلس الشورى، هذه معلومات. لكن ما فهمته أنه هناك إشارات تحدثت عن محاولة، لا أريد أن أقول تطبيع العلاقات مع المجتمع، أو تأسيس صيغة جديدة مختلفة تنسخ ما فات أو تصوب أخطائه وتحقق قدر أكبر من الوفاق الوطني المنشود. الجيش هيكون له دور في الحكم؟ أظن أنه بهذه المقدمة، بهذه الرسالة، سيكون للجيش دور، ولكن السؤال ما هو، ما هي حدود في مصالح الجيش وفي دور للجيش. المصالح ثابتة ولم يعترض عليها أحد، ولكن الدور أنا أظن أنه سيظل قائما بدرجات متفاوتة، وخصوصا أن هناك سابقة أعطت للجيش دورا في الأوضاع الداخلية، ولهذا يرجح أنه هذا سيحدث، على الأقل عرفانا بالدور وامتنانا بالدور الذي أسهم به الجيش في تغيير الأوضاع. طيب، في المرتين الرئيس مرسي لن يكون جزء من المشهد القادم أستاذ فهمي؟ يقينا 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 لن يكون له دور. الرئيس مرسي خرج الآن من الساحة السياسية بالمرة. لا، هو يعني لا أريد أن أقطع، لكن أقول أن اليوم إعلان لانتقال مركز القوة إلى القوات المسلحة. في فرق بين هل سيخرج من القصر الجمهوري ولا سيخرج، لكن القرار الآن أو اليد العليا إذا جاز التعبير هي للقوات المسلحة. انعكاس ذلك على جماعة الإخوان المسلمين ماذا سيكون من وجهة نظرك؟ وطبعا زراعها السياسي الحرية والعدالة. بالطبيعي في إخفاق، يعني أحد أمرين، إما أن تستسلم وتنكسر، أو تستثمر الدرس في الاستفادة وتصحيح الموقف، وأيضا له علاقة بالأجواء اللاحقة، لأنه أنا شايف أن الأجواء في مصر تحولت من اختلاف في الرأي إلى خصومة إلى انتقام إلى ما نراه من إبادة سياسية أو إقصاء. في 30 ثانية، ترحيب المعارضة ببيان الجيش كيف تراه؟
مغامرة كبرى، مغامرة كبرى، يعني كأن المعارضة مستعدة، أصبحت مستعدة أنها تفتح الباب للانقضاض على الديمقراطية في سبيل خلاصها مما يمكن أن يسمى حكم الإخوان. أشكرك شكرا جزيلا المفكر والكاتب الصحفي الأستاذ فهمي هويدي، شكرا جزيلا. كما أشكر